نستمر معكم مشاهدينا الكرام إلى مشاركة أخرى. شاب كفيف وأصم وأبكم يعمل كهربائي ونجار باحترافية عالية ينافس فيها المبصرين. نشاهد. سيراميك هذا الفيش جماعة وهذا السلك ياس الآن بوصلهم مع بعض. جماعة كيف السلك؟ ما شاء الله عليك يا ياس. باقي الآن بركبه. شوفوا كيف يقص طلع النحاس. ما شاء الله.